كرة القدم هي الرياضة الأولى في مصر. تعالوا نشوف رأي البنات في الكلام ده. ممكن تقولي لي يعني ايه اوف سايد؟ اوف سايد اوف سايد اللي هو الكرة يعني لا لا والله خربها بسمعها كتير جدا يعني اللي هي من عند خط الكورنر ده. ايه اللي بيحصل عند الكورنر؟ بيشوط الكوره فالحكم يحسبها اوف سايد. اوف سايد اللي هو لما يجي يعدي خط ال 13 وهو لوحده من فريق المعادي. مين ده؟ الخصم اللعيب. لما يعدي خط الكام؟ ال 13 يتحسب له تبقى اوف سايد. في لاعب يعني مثلا نص خط الفريق، الملعب بيبقى اتنين فريق وفريق، فما يبقى لاعب من الفريق التاني سابق اللاعب من النص التاني، بس لو هو اللاعب مثلا جاي بيجري من ورا فدي كده مش هتحسب اوف سايد. انما هو اساسا لو هو كان سابقه من الاول من قبل ما يبقى بيجري او حاجه ده كده بتحسب اوف سايد. الكوره تطلع بره يعني تطلع بره خط الجون. تطلع بره خط الجون يعني الجون في كده خط ورا بتطلع ورا بتطلع ورا بتيجي بره وخلاص بتطلع بره خالص بتطلع بره اي حاجه. تمام. طب الفريق بقى اللي بيكسب ماتش في الدوري الممتاز بياخد كام نقطه؟ 3. واللي بيخسر يا اما بياخد 0 يا اما بياخد 1 مش فاكره. صعد اللي هو التسلل اللي هو لما يكون لعيب الفريق سابق المدافع بتاع الفريق التاني بس. ايه يعني الكره بره؟ يعني الكره بره. انت تعرفي يعني ايه اوف سايد؟ يعني نفس الكره بره برضو عدت الخط الابيض. لو في خط ابيض لما اللاعب يتعدى بيبقى اوف سايد. اوف سايد؟ لما يبقى المهاجم متسلل عن الخط الظهر.